بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد مفهوم الواجب في الإسلام، مقتضياته التشريعية وتطلباته الحكمية، انطلاقا من قول الله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منير القلوب والألباب بأنوار الوحي، والصلاة والسلام على خير آمر بالعدل وهو على صراط مستقيم سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين الخيرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مولاي أمير المؤمنين، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمة منه تعالى وبركاته. إنه لي يا مولاي لمن أكرم التشريف وأشرف التكريم أن أمثل بين يدي جلالتكم لتناول هذا الموضوع الذي بات اليوم يحظى بأهمية خاصة في المحافل الدولية وفي حلبات النقاش النظمي والاقتصادي والحقوقي. فمثلاً في مجال حقوق الإنسان يا مولاي، وخصوصاً مع ظهور الجيل الثالث للحقوق، أي الحقوق التضامنية، حقوق التنمية، وحقوق البيئة النقية الطاهرة، وحقوق الاسترواح في ظل السلام، برز من جديد يا مولاي مفهوم الواجب. ذلكم أن هذه الحقوق لا يمكن تصور استتبابها بدون أن يقوم الأفراد بواجباتهم، مما جعل هذه النماذج المعرفية التي قامت عليها يا مولاي المنظومات الحقوقية لا تتسع لهذا المفهوم من جديد وبيسر. وهذا ما تنبه إليه الباحث بن سول حين قال: إن ماضي الحركات الحقوقية، بما أنه كان نضالاً ضد الاستبدادات التي كان يمارسها الفيوداليون وبعض المحافل الإكليروسية، فإن هذه الحركات الحقوقية قد طورت نوعاً من السبطيقية والتشكك التلقائيين تجاه مفهوم الواجب، مما جعل بعض الباحثين وهو جيسون فوستر يقول منتبهاً لهذا: ولأن الواجبات لها مركزية في الاعتقاد والتطبيق الإسلاميين، فإن لغة وبنية الواجبات تطورت في الشريعة الإسلامية، وهما إلى حد بعيد أكثر تركيباً من الإحالات البسيطة إلى الواجبات التي نراها في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. فالشريعة الإسلامية عبارة عن مخطط عمل اجتماعي عقلاني المعنى لكل أفعال المسلمين، والتي قد أطر مجملها من مدخل الواجب. فانتبه هذا الباحث يا مولاي إلى أن النماذج المعرفية الإسلامية يمكنها من طريق التعارف المعرفي والحضاري أن تقدم بعض الحلول بهذا الصدد.
وفي المجال الاجتماعي فقد انتبه مجموعة من الباحثين وعلى رأسهم دون إي إيبرلي في كتابه القيم The Community of Citizens، مجتمع المواطنين، إلى أن الحاجة ماسة إلى إعادة اختراع مفهوم جديد للمواطنة يقوم فيه الأفراد أيضاً بواجباتهم، وأنه لا بد أن يكون القائمون على الأمور والمسؤولون قادرين على إقامة النقلة من مجتمع يقدر فيه الفرد ويعتبر باعتباره زبوناً إلى مجتمع آخر يعتبر فيه شريكاً، قال: بإعطاء المثال بأنفسهم، وهو ما هديتم إليه يا مولاي في مبادراتكم الرائدة بكريم وقتكم واستناناً بسنة جدكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي روى عنه أصحاب السير أنه مرة سمع صوت عظيم بالمدينة ففزع الناس وأهرعوا خارج بيوتهم، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاهم عائداً من مصدر الصوت على فرس لأبي طلحة عري، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، إنا وجدناه بحرا، يلفت الانتباه لتهدئة روعهم للخطاب وللكلام عن الفرس. وهو أيضا ما يبرز في حديث سئل فيه أحد الأعرابي وقد التحق بالدين الإسلامي: لما آمنت بهذا الرجل؟ قال: والله ما رأيته أمر بمعروف إلا وكان أسبق الناس إليه، وما رأيته نهى عن سوء أو شر إلا وكان أنأى الناس عنه. فهنيئاً لكم مولاي أمير المؤمنين بهذا الاستنان المبارك بسنة جدكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو إذن يا مولاي توق ما بعد حداثي، أي لا بد من إعطاء المثال والقدوة أمام المواطنين لكي يكونوا شركاء في إقامة مجتمع الواجب. وإذا أذنتم يا مولاي ننتقل إلى رحاب الآية مطلع الدرس. يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. روى الطبري ومفسرون آخرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن هذه الآية: وضربت مثالا للأعمال. وقد هدي بهذا يا مولاي إلى لب الآية وأسها، وهو المقوم الأساس من مقومات الواجب. والآية يا مولاي يبرز فيها مقومات الواجب الثلاث، وهي القدرة والإرادة والإنجاز. أما القدرة فقدرتان: فهمية ومادية. وإلى انعدام القدرة الفهمية قال الله عز وجل: وضرب مثلا رجلين أحدهما أبكم. والبكم كما عند اللغويين ليس هو الخرس، فالخرس هو العيب في موطن النطق، أما البكم فهو العيب في موطن الفهم. ولهذا قال الأزهري: وقد ميزت العرب في كلامها بين الخرس وبين البكم، فالبكم عيب في موطن الجنان والفؤاد والفهم، فالبكم غير قادر على التفهيم وإن استطاع أن يفهم. فانعدام هذه القدرة الفهمية برز من خلال قول الله تعالى: أبكم. أما انعدام القدرة المادية فهو قول الله عز وجل: لا يقدر على شيء. وأما انعدام الإرادة فهو قول الله عز وجل: وهو كل على مولاه. قال المفسرون: الكل الثقيل على وليه منعدم الإرادة. وبالفعل حين يكون الإنسان على هذه الحالة وإن أجبر على القيام بعمل فإن إنجازه سوف يكون ناقصا، وهو قول الله عز وجل: أينما يوجهه لا يأتي بخير، في مقابل الآمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقد اكتملت عنده المقومات الثلاث: مقومات القيام بالواجب، مقوم القدرة بشقيها الفهمي والمادي، ومقوم الإرادة إذ لولا الإرادة لما أمر بالعدل، ومقوم الإنجاز وهو على صراط مستقيم. الآية يا مولاي من آيات سورة النحل، وأسماء السور توقيفية، فالله عز وجل سماها سورة النحل إشارة إلى التناسق الذي في مجتمع النحل في قيامه بواجبه باتباعه وحيه. وأوحى ربك إلى النحل، ومفهوم الوحي في كتاب الله عز وجل يا مولاي يبرز مفهوما عاما للكائنات كلها، عاقلها وغير عاقلها، حتى السماوات لها وحيها وأوحى في كل سماء أمرها، والأرض لها وحيها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، والكائنات جميعا كما النحل
لها وحيها وهي تتبع يا مولاي طوعا وإرادة قالت أتينا طائعين، وهو الذي يبرز في ختام سورة الأحزاب في قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال طائفة من المفسرين حمله الأمانة أي التزامه بإدخال الوحي إلى مجاله البشري. فالإنسان يبرز يا مولاي في القرآن المجيد باعتباره الجسر الكوني المتفاعل الذي يعبر منه الوحي إلى التاريخ وإلى الزمان وإلى المكان. الله سبحانه يبين أن الكائنات كلها تولد ووحيها معها، وذلك يبرز مثلاً في سورة الشمس، والشمس وضحاها معرفة أي أن وحيها يولد معها فهي تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم قدر فهذا. ثم الأرض معرفة والأرض والقمر إذا تلاها، ثم بعد ذلك النهار معرف والنهار إذا جلاها، والليل معرف إذا يغشاها، والسماء معرف وما بناها، والأرض معرفة وما طحاها. لكن حين يصل السياق إلى الإنسان فإنه يكون نكرة، لأنه هو المسؤول على إدخال وحيه في مجاله، ونفس وما سواها أي أن هذه النفس تبرز في مكان باعتبارها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، وفي مكان النفس اللوامة، وفي آخر النفس الأمارة. فالنحل يا مولاي يؤدي وظيفته، ولذلك دعا الله عز وجل عقب هذه البصيرة إلى الاعتبار بقوله سبحانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالكائنات كلها تسجد لله تعالى، ويبرز هذا في سورة النحل التي تختم بإظهار أنموذج الإنسان العدل الآمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهو أنموذج جدكم سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث قال سبحانه في آخر سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وتختم الآية السورة يا مولاي بالتنبيه إلى وجوب الصبر والمصابرة من أجل القيام بالواجب. الواجب يا مولاي لغة هو الثبوت والإلزام واللزوم، والموجبة من الأعمال هي الحسنة الكبيرة التي توجب الثواب العميم، أو السيئة الكبيرة التي توجب العقاب العظيم. والله سبحانه وتعالى في كتابه يبين أن هذا الواجب لا بد له من عناصر، فله فرش يمكن أن نستقري قيامه على خمسة أركان. فأما الركن الأول يا مولاي فهو أن الإنسان قد زود بالعقل، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ويتوعد سبحانه الذين لا يوظفون هذه النعمة الجلة بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فالعقل يبرز باعتباره المقوم الأول للقيام بالواجب، وهو مناط التكليف. أما العنصر والدعامة الثانية فهو المواءمة بين الإنسان والوحي من جانب، وبين الإنسان والكون من واجب. لولا هذه المواءمة يا مولاي لما استطاع الإنسان أن يفهم الوحي، ولما استطاع أن يتعقل الكون. لكن الله تعالى قد سخر الكون، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويسر الوحي، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا الذي أعطى قدرة للإنسان لكي يتفاعل مع الأول الكتاب المسطور القرآن المجيد، لكي ينزل هادياته على الكتاب الثاني وهو الكتاب المنظور وهو الكون. وهاتان القراءتان بفعل المواءمة هما اللتان سمى إليهما التوجيه في أول سورة أنزلت، سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إشارة إلى القراءة في الخلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القراءة في الكتاب المسطور الوحي، ثم العمل بهاديات الثاني في الأول. ومن العجيب يا مولاي أن نرى التوافق والمواءمة حتى على مستوى الجذور اللغوية، فنجد سخر للكون ويسر للوحي، ونجد
تفكر وفكر للكون في مقابل تدبر ودبر للوحي المسطور، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، وقال في حق الكون: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ويبرز يا مولاي المكون الثالث والمقوم الثالث، وهو هذه القصدية في الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي أن القيام بالواجب هو القصد من الخلق. والمقوم الثالث يا مولاي، المقوم الرابع يا مولاي، هو هذه المعقولية وهذا الوضوح في الكون وفي الوحي وفي الشريعة وفي العقيدة، بحيث إن مفهوميتهما تيليولوجي هي التي تمكن الإنسان من أن يقوم بواجباته استنباطاً من هادياتهما. ثم المقوم الأخير وهو المسؤولية والمحاسبة. لولا المحاسبة ولولا المسؤولية لما كان هناك قيام بالواجب. وكما قال المفكر المسلم المشهور أستاذ محمد عبد الله دراز: لولا الإلزام لما كان هناك عمل، ولولا الحساب لما كان هناك إلزام. أما علماؤنا يا مولاي فقد تحدثوا عن الواجبات حديثا بديعا، فتحدثوا عنها باعتبار المحدد منها وغير المحدد، أي ما جاء فيه التوجيه إلى القيام بأعمال بعينها، بمقادير بعينها، في أوقات بعينها، وما لم يحدد. وكذلك تكلموا عن المعين وعن المخير، فالمعين هو الذي بينت كيفياته كالصلاة مثلا والصيام ومقاديره، والمخير هو الذي أعطي المكلف الخيار كخصال الكفارة أن يعمل بأحدها. كفارة أيمانكم، كما قال الله عز وجل: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قد انتبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى التخيير في قول الله تعالى: أو، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وجمهور العلماء على أن الإجزاء يتم بواحدة من هذه. ثم قسموا أيضا يا مولاي الواجب باعتباره مؤقتا ومطلقا، كالصلوات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمطلق كالحج: متى ما قام به الإنسان، وكذا الكفارة، فإنه يجزئه بإذن الله. أما القسم الرابع يا مولاي فهو القسم الذي ميزوا فيه بين الذي يقوم به أفراد بأعيانهم وهو واجب العين، وما يقوم به عموم الأمة وعموم الناس، وهو الذي سمي بالواجبات الكفائية. تجدر الإشارة بهذا الصدد يا مولاي إلى أن علماء المسلمين في عامتهم قد قسموا الحكم التكليفي إلى 5 أقسام: يظهر أولها الواجب، ثم يليه بعد ذلك المندوب، ويليه المباح والمكروه، ثم الحرام. لكن العلماء الحنفية قد قسموه إلى 7 أقسام، وميزوا بين الفرض وبين الواجب، وقالوا إن الفرض هو ما تحتم فعله بآية أو بحديث متواتر، والواجب ما جاء الحض والحث عليه بحديث غير متواتر أو بقياس. وفي هذا التقسيم يا مولاي لو دعية وإبداع كذلك، لأن في هذا التقسيم إلفاتا للنظر إلى قضية لدوفوار والواجبات المرسلة، فهذا التقسيم الذي ميز بين الفرض كالأركان 5 وبين الواجبات يفتح المجال واسعا أمام المجتهدين. وقد اشتهر مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه بالكلام البديع في هذا المعنى، فتلميذه الشافعي رضي الله عنه يقول تعريفا للفروض الكفائية: إنها ما يجب القيام به فيما ينوب على وجه الكفاية. وهذا المفهوم الكفاية نراه قد اندرس في العصور المتأخرة. ويقول: إذا لم يفعلوا، أي عموم المسلمين، فإني خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق عن المأثم. وهو ما يفسره الإمام الشاطبي الأندلسي المالكي حين يقول: هذا عن القادرين، أما غير القادرين فيجب عليهم أمر آخر، وهو إقامة القادرين، فإن لم يكن قادرا على القيام فإنه قادر على إقامة القادرين. بمعنى أنه لا تبرأ ذمة في المجتمع الذي وجب أن يكون كخلية النحل
فيه تيار العمل والتعامل مع الكون إبداعا ساريا بين كل أركانه وبين كل أفراده. لعلمائنا يا مولاي كلام بديع في قضية الواجبات الكفائية، فهم قد اعتبروا هذا المدخل الذي هو الواجبات المرسلة مدخلا للقيام باستراتيجيات العمل الاجتماعي بعامة، وهو ما أشار إليه الإمام الجويني إمام الحرمين في غياثيه المهم، حيث قال: وواجب على من أقامه الله عز وجل على أمور الدين أن يكون عنده النظر الشامل على الكفاية، أي أن هذا الأمر يرجع إلى الإمامة العظمى التي هي التي تقوم على التنسيق دون أن ينصرف هذا إليها وحدها، كما قال إمام الحرمين، أي أن ذوي القدرة في المجتمع كلهم وجب أن يقوموا بما عليهم، وهو الذي قاله في نص بديع إذ قال: ونظر الإمام إذا بلغ إلى من به مساس للحاجة ومن قد يبست حشاشته فعليه أن يرم منه ما استرم، ولكن إذا لم يبلغ نظر الإمام إلى هؤلاء وجب على أهل القدرة وعلى أهل اليسار أن يقوموا بالذي عليهم، لأن الله عز وجل إن لم يقوموا سوف يكون حسيبهم وسوف يكون طليبهم. لكن الذي نغتبط به يا مولاي هو أن قيامكم بهذه الواجبات رياديا يجعل كل إنسان فيه القدرة يقوم بالذي عليه ويقوم بإقامة القادرين إن لم يكن قادرا هو مباشرة على القيام بالذي عليه. هذا المدخل يا مولاي وجدناه أيضا مقتربا به تم التنظير للملف التعليمي. الإمام الشاطبي في موافقاته يتكلم عن التعليم وعن العملية التعليمية كما لو كانت طريقا سيارا والناس يسيرون فيه كل بحسب قدرته، وحيثما وقفت بمكلف قدرته فذاك فرض من فروض الكفاية محتاج إليه من لدن الأمة، فإذا كانت عنده قدرة أكثر سار أكثر تقدما، ثم إذا وقف كان ذاك فرض كفاية أيضا. وقد قال: ووجب على رباني العلماء أن يقوموا بالتوجيه وأن يقوموا بصرف كل ذي قدرة حيث يمكن أن ينبغ، وهذا من وظائف مشيخة العلماء ومؤسسات العلماء التي ترعونها بنظركم السديد يا مولاي. كما أنهم تكلموا عن الواجب أيضا يا مولاي باعتباره مدخلا للتنظير الاجتماعي، فقالوا أثناء الحديث عن الواجبات المخيرة أن هذا يكون لابد مقتضيا للنظر الذي يقنن وللنظر الذي يدبر، فإذا أمر الله عز وجل بإغاثة الملهوف فإن إغاثته في زمان معين تكون لها مقاديرها، وفي زمان آخر قد تكون لها مقادير أخرى، وعلى الناس أن يتكاملوا لكي يفيء كل من بقي عنده فضل على من عليه الواجب أيضا ولم يستطع أن يوفي به، وفي هذا نظر بديع. كما أنهم يا مولاي تكلموا عن مراتب الأعمال الواجبة، فتكلموا عن الواجب إزاء الضروريات والواجب إزاء الحاجيات والواجب إزاء التحسينيات، وقالوا إن كل دائرة من هذه الدوائر هي باعتبار الحمى للذي يليه، فالأخف حمى للآكل. يقول الشاطبي رحمه الله: واضطراب الضروري مؤد إلى اضطراب الحاجي بإطلاق، واضطراب الحاجي مؤد إلى اضطراب التحسيني بإطلاق، ووجب أن يكون كل واحد حما للذي هو آكد منه، وهو ما نبه إليه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين حين قال: يا مولاي وقلما رأينا الهجوم المباشر على كبيرة، فلا يكون هذا الهجوم إلا بعد الاشتراء عليها بالصغائر، أي أن القيام بالصغائر هو الذي يجرئ على القيام بالكبائر، ووجب أن يكون هذا كالحمى للذي هو آكد منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. وقد برأ المفهوم وظهر واتضح وبرع علماؤنا يا مولاي في الحديث والبلورة لأضرب من الفقه تحتوش مفهوم الواجب والقيام بالواجب، فتكلموا في فقه مراتب الأعمال وأن الأعمال مراتب، ووجب للذي يريد أن يقوم بالواجب بقدرته أن ينظر فيما هو الأولى أن يقوم به،
فذكروا أن في الأعمال سيداً ومسوداً ورئيساً ومرؤوساً وذروة سنام فما دونها. ومثال ذلك يا مولاي قول جدكم عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وكذلك الحديث الذي فيه ذروة سنام الأمر الجهاد، والحديث الذي فيه عماد الدين الصلاة، والأثر الذي فيه أن الأعمال تفاخرت فكانت الصدقة أكثر فضلاً من سائر الأعمال، أي أن الواقف على الميناء للمتاجرة مع الله متاجرة لن تبور وجب أن ينبغ في فقه مراتب الأعمال وأن يضن بأنفاسه قياماً بالواجب لكي يقوم بالآكد أولاً، لأن المسرح كله الذي هو الكون يقتضي عملاً، وهذا الوعي الذي قد بيّنه الله عز وجل في كتابه هو الذي يظهر مثلاً في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال والذي نفسي بيده لو أن بغلة عثرت في طف العراق لخفت أن يسألني الله عنها لما لم أعبد لها الطريق، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. والزمان كله أيضاً مجال لعمل الإنسان وقيامه بالواجب، ووجب أن يختار بين هذه الأعمال أيها آكد، وهو قول جدكم صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، ثم استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها، رغم أنه لن يأكل من ثمرها ولا آخرون سوف يأكلون من ثمرها، ولكنه كان مطالباً يا مولاي بغرسها قياماً بهذا الواجب. ونظروا أيضاً يا مولاي في مجال الموازنات وفقه المآلات وكذلك مناهج التغليب والتسديد والتقريب، وتكلموا عن الترجيحات، وتكلموا يا مولاي عن الأعمال التي ينبغي أن تقدم وتلكم التي ينبغي أن تؤخر، فبرز فقه طر عظيم. ويحق للإنسان يا مولاي بهذا الصدد أن يتساءل لما لم يوظف هذا الفقه بالشكل الذي ينبغي أن يوظف به من أجل التنظيرات الاستراتيجية لكل الملفات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية من باب تنظيم الواجبات الكفائية المرسلة حتى يقوم كل بالذي عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. تبرز يا مولاي أسباب أربعة حالت دون التوظيف الأمثل لهذا التراث، لكن يجدر بنا يا مولاي أن نقدم بين يدي هذه الأسباب بذكر مقتضى، وهو وجوب الإنصاف للعلماء السالفين الذين أدوا الذي عليهم، فهم قد قاموا بكل ما وجب القيام به وواكبوا مؤسسة الإمامة العظمى لتنسيق وتدبير وتقدير الواجبات الكفائية. وثمة يا مولاي ثروة كبيرة داخل الكنانيش والدفاتر المخزنية، وكذلك داخل الكنانيش والدفاتر الوقفية التي كان فيها إبداع عظيم من حيث التنظير ومن حيث التقدير ومن حيث التنسيق لهذه الواجبات الكفائية. ومن ثم وجب أن نقف احتراماً أمام علمائنا رضي الله عنهم الذين قاموا بالذي عليهم، لكن الذي حدث ومنذ أعصر مبكرة هو أن فصاماً قد وقع بين الناس في مجتمعهم ودولتهم، فإذ هوت بعض الدول إلى بعض وهاد المشاريع الوهمية كهوي دولة المأمون مثلاً في فخ الاعتزال وفي فخ الكلام عن خلق القرآن وتفريق الناس بحسب هذا المعيار، وحيث طورد أهل البيت بدأت انفصامات تبرز، قصف المنسك بالمنجنيق وذبح بعض خيار هذه الأمة، فأصبح يرى كالفضيلة الابتعاد عن مؤسسة الإمامة العظمى لما قد تعمق من صدع بسبب هذا الفصام. وهذا هو الذي وفقتم يا مولاي إلى رأبه بكل المبادرات المباركة التي قمتم بها في مجال الإنصاف والمصالحة، بحيث قد صرنا نفخر في المحافل الدولية بالحديث عن أنموذجكم يا مولاي، والذي أعطى لهذا البلد ريادة لا ينازع فيها أحد من العالمين. فرأب الصدع هذا الذي وفقتم إلى القيام به يعد بأن يكون ثمة نوع من العطاء المستمر في مجال فقه المجتمع. فقه المجتمع يا مولاي قد ذوى
واندرس مع المدة بفعل هذا الفصام، بحيث وجدنا المؤلفات في فقه الأفراد تشهدها المناظرات وتشهدها المراسلات، ولكن فقه المجتمع بقي فقط في المؤسسة، مؤسسة الإمامة العظمى التي أجمع الناس على وجوبها، ولم يخالف في ذلك إلا النجدات من الخوارج والأصم من المعتزلة. لكن هذا الأمر إذ بقي بهذه الشاكلة قد أعطى ذويا في هذا الفقه، بحيث لا نعرف اليوم أكثر، وحسب ما أحصاه العادون، أكثر من 400 عنوان ونيف في مجال فقه المجتمع، ولا يتداول حتى بين أهل الاختصاص منها إلا القليل، كسلوك المالك في تدبير الممالك لابن أبي الربيع، أو الأحكام السلطانية للماوردي، أو كذلكم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، أو السياسة الشرعية لابن تيمية، أو ما دبجه ابن خلدون في مقدمته، وغير ذلك قليل، في حين أننا نجد الآلاف من العناوين في فقه الأفراد. هذا الذوي وهذا الاندراس يا مولاي أدى إلى قلة عطاء في هذه التقعيدات وفي هذه التنسيقات ومنذ وقت مبكر، وهو ما وفقتم يا مولاي إلى تداركه وإلى رأبه، وإننا لكلنا أمل أمام حظكم وحثكم الدائمين الدائبين لمؤسسة العلماء أن تجتهد، إننا كلنا أمل أن نرى إن شاء الله مزيدا من هذه الجهود. السبب الثاني يا مولاي سبب اعتقادي، برز في وقت معين من تاريخ الأمة وخصوصا في القرن السادس الهجري فهم خاطئ لكلام أئمة كأمثال الرازي رحمه الله وكأمثال الغزالي رحمه الله في قضية الأسباب، فهما تكلما تنزيها لله تعالى عن أن يكون قد خلق الخلق لمصلحة، ولكن بعض العلماء الذين لم يدركوا هذه المقاصد العميقة قد ظنوا أنهما ينفيان المصالح والمقاصد والعلل والأسباب في الشريعة، وحاشاهما. فهذا الإمام الغزالي الأشعري رحمه الله في مستصفاه يتحدث عن الاستصلاح، ولا يمكن الحديث عن استصلاح بدون الكلام عن العلل وعن الأسباب. وقد أحصى العلماء يا مولاي في كتاب الله تعالى أزيد من 1000 موضع فيها ترتيب الأسباب على مسبباتها والنتائج على أسبابها، فسوء فهم هذه القضية أدى إلى تغييب هذه العلل، ومن ثم اندرس وأيضا غيض هذا الجهد في مجال التنظير لفقه المجتمع وفقه التنسيق والتقدير والتدبير للقيام بالواجبات الكفائية. السبب الثالث هو سبب تصوري، حيث أنه قد طغت نفحة في وقت من الأوقات فيها نوع من الكمالية، أي لا أقوم بعمل إلا إذا كنت سوف أقوم به على وجه الكمال، وهو اختلال تصوري، إذ التشريع يا مولاي يقف حيث تقف قدرة الإنسان، والشريعة الإسلامية في غاية الواقعية، وإلى هذا يشير جدكم عليه الصلاة والسلام بقوله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أي يقوم الإنسان بما استطاع ويكمله غيره، فالمسلمون والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي رواية الكشميهني يشد بعضهم بعضا، وهذا دال على هذه السمة التصورية التي تجعل الإنسان منطلقا قائما بواجبه. والسبب الأخير يا مولاي الذي حال دون الاستفادة من هذه التنظيرات والتقعيدات هو ما أسماه طائفة من العلماء الصدمة الحضارية، وهو ما نبه إليه المؤرخ الأمريكي المنصف مارشال هودسون في كتابه Rethinking World History، حيث بيّن التفكير المستجد المستأنف في تاريخ العالم، حيث بيّن أن العالم بدأ في القرن 17 كما لو كان كله سوف يدخل إلى الإسلام باعتبار النشاط الذي كان في المجتمعات الإسلامية، فهي مجتمعات كانت مثالاً حضارياً، وكل المتحضرين الأصلاء في الشق الأفرو أورو أسيوي من العالم كانوا يحتدون مثال هذا العالم، وكان هذا العالم قوياً، يقول هذا المؤرخ إلى حين وصلنا إلى ضفاف العصر الحديث، حيث ظهرت أسباب خارج العالم الإسلامي جعلت الأمر يتغير. والذي يقصده بأسباب خارج العالم الإسلامي هو هذا الإيقاع الذي فرض على العالم كله بما فيه الصين وبما فيه اليابان وكل المعمور، إيقاع سريع بفعل الكشوفات العلمية. وبين أيدينا يا مولاي نص نفيس
للإمام عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، حيث التقط هذه اللحظة، لحظة الصدمة الحضارية، ببراءة ولكن بلوذعية وبأمانة، حيث قال واصفا حملة نابليون، وكان هذا في سنة 1805 للميلاد، حيث وصف هذا الأمر بأنه كان عبارة عن دخول لكائنات لها علوم لا تسعها عقول أمثالنا. يقول رحمه الله ملتقطا هذه اللحظة التي نود أن نرصدها في هذا المقام بأمانة وذكاء وببراءة، يقول يا مولاي: أحدثوا على التل المعروف بتل العقارب بالناصرية أبنية وكرانك وأبراجا، ووضعوا فيها عدة من آلات الحرب، وأفردوا للمدبرين، يقصد العلماء القائمين على التجارب، حارة الناصرية، وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريدون الفرجة لا يمنعونه الدخول إلى أعز أماكنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك. ومن أغرب ما رأيته في ذلك المكان، يقول، أن بعضهم قد أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة فصب منها شيئا في كأس، ثم صب عليها شيئا من زجاجة أخرى، فعلى الماء وصعد دخان ملون حتى انقطع وجف ما في الكأس وصار حجرا أصفر، أي مستخرج كبريتي، فأخذناه بأيدينا، يقول الجبرتي، ونظرناه، ثم فعل ذلك بمياه أخرى فجمد حجرا أزرق وآخر ياقوتي. قال: وأداروا زجاجة فتولد من حركتها شرر يطير بملاقاته أدنى شيء كثيف، أي الكهرباء يا مولاي، ويظهر له صوت وطقطقة، وإذا لمس شخص ولو خيطا لطيفا متصلا بهذه الزجاجة ولمس آخر الزجاجة الدائرة، يظهر لسواعده ولبدنه ارتجاج، وتسمع لعظام أكتافه طقطقة برجة سريعة، ومن لمس اللامسة أو شيئا من ثيابه متصلا به حصل له ذلك ولو كانوا ألفا أو أكثر، ولهم، وهذا موطن الشاهد يا مولاي، ولهم فيه أحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا، لا يسعها عقول أمثالنا. اللحظة التي حصل فيها الانهيار الحضاري، اللحظة التي طغى فيها يا مولاي البكم، أي عدم القدرة على التفهم وعلى التفهيم. ونحن لا نلوم الشيخ الجبرتي رحمه الله، ولكنه كان جزءا من عالم برمته قد فرض عليه إيقاع جديد أدى إلى انعدام الإرادة، وأدى إلى كلالة، وأدى إلى ما يسميه المفكر مالك بن نبي قابلية للاستعمار، وأدى إلى كل ما جرى مما لست أذكره. وهذا يا مولاي لم يقتضى إلا ظرف يسير 920 من السنوات لتجاوزه، وها هم أبناء وبنات مملكتكم العامرة لا يقولون وهذا مما لا تسع عقول أمثالنا، وإنما ينافسون وإنما يزاحمون، وهم اليوم يا مولاي في قمة المحافل العلمية الدولية، وكأن فم الزمان وهو ثناء ينشد على لسان حال أهل هذا البلد وبناته وأبنائه قول من قال: لا زلت أدرك ما غلا بل ما علا، وأكابد النهج العسير الأطول، تجري بي الآمال في حلباته، جري السعيد مدى ما أملا. لو كان هذا الفضل شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا. فنحمد الله عز وجل على كل هذه المبادرات المواطنة يا مولانا، التي فيها تجسيد للتوق ما بعد الحداث، أي إيجاد مجتمع الواجب، ومن موطن الريادة من لدنكم يا مولاي، حيث إنكم وعلى سنة جدكم عليه الصلاة والسلام سباقون للمكرمات. تنظيرا يا مولاي أنتم تحضون المؤسسات العلمية على العمل، وما اهتمامكم بالملف التعليمي من هذا الصوب، القيام بالواجب، وكيف يزرع الشعور بالقيام بالواجب في الناشئة إلا خير شاهد، إذ وافيتم يا مولاي المجلس الأعلى للتعليم بوجوب كبابه
على ملف كيفية تنمية السلوك المدني حيث يقوم كل بواجباته ودور المدرسة في تنمية هذا السلوك المدني. ونرى كل هذه الأوراش يا مولاي التي تدل على أن ثمة تجسيداً موفقاً مباركاً لهذا التوق ما بعد الحداثة. المجتمع المسلم يا مولاي عجنته عجنة الحض والحث على القيام بالواجب، وهو ما انتبه إليه الباحث الرائد فضل الرحمن في كتابه القيم الإسلام والحداثة حين قال: ولارتكاز الشريعة الإسلامية على الواجبات بدا الفقه الإسلامي وكأنه حديث لا ينتهي عن الواجبات. ومن هذا المدخل يا مولاي قد رصدنا تسلل بعض الطوائف لواذا لاجتيال ناشئتنا، أخذا لهم بأزمة الجهل وبخطم التدابير المدمرة والتنظيرات الهدامة، بحيث إنهم يأخذونهم من هذا الإحساس بالقيام بالواجب لكي يردوهم ولكي يفسدوا ما أحاط. وهذا يا مولاي هو ما وفقتم للسد لكل الثغرات المحيطة به بالقيام شخصياً بالواجب والحض على الواجب وفسح المجال للقيام بالواجب أمام كل جمعيات المجتمع المدني البانية، وسد كل ما يمكن أن ينفذ منه ريح الهدم. وهذا يا مولاي لعمر الله تعالى من تأييد الله تعالى وتوفيقه لكم. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم لهذا البلد وللأمة الإسلامية وللعالمين بما حفظ به الذكر الحكيم، كما نسأله سبحانه أن يقر عينكم يا مولاي بسمو ولي عهدكم المحبوب حرز الأماني ووجه التهاني مولانا الحسن، كما نسأله سبحانه أن يشد عضدكم بأخيكم الأمير الجليل مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة الماجدة، كما نسأله سبحانه أن يرحم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما. اللهم إنا نسألك لبلدنا أن تجعله بلدا آمنا رغدا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الحفظ لمولانا أمير المؤمنين بما حفظت به الذكر الحكيم. آمين آمين آمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.